صحيح، النتيجة غير مرضية بالمرة، والحقيقة يعني اللاعبين يعني متأثرين بشكل كبير جدا. لو تشوف غرفة الملابس الآن الوضع يعني ما ينشر أي شخص، وطبعا لأنهم شارين أول شيء أنهم خذلوا الجمهور وأنهم خذلوا أنفسهم قبل كل شيء. الأسبوع هذا كان تدريب جدا قوي، اللاعبين متحمسين بشكل كبير، يعني أنا شعرت بفرق كبير في النفسية بعد الاجتماعات اللي حضرتها معاهم، كانوا ملتفين على بعض، يعني في أشياء كثيرة كانت إيجابية. بس للأسف واجهنا فريق يعني قوي جدا، الفريق الأهلي فريق يعني بينافس على الدوري، ولعب مباراة كبيرة، ويعني للأسف ما حالفنا الحظ، كانت بدايتنا قوية جدا، بس بعدين الأهلي سيطر وسجل الأهداف الثلاث. أنت شخص نقول رجل مؤسساتي، عندك عوامل، عندك نقاط قوة ونقاط ضعف، عندك تحليل. إدارة جديدة، أنا ما أقدر يمكن ألومك، أنا نفسي كنت إن تكون مثلا من طاقم قديم ألومك، لكن أنت كيف تقيم الوضع؟ أول تحليل الوضع إيش كان؟ يعني الآن ما هو وقت صراحة تلوم أحد، ولا هو وقت إن يعني نذكر أسباب الهزائم. إحنا الآن نترك اللوم، نبحث عن الحلول. إيش الحلول؟ الحلول إن شاء الله أنت عندك فريق يعني معنوياته إن شاء الله تكون كويسة، إحنا لازم ندعمه لآخر لحظة، ما نقدر نتخلى عنه. هذا فريق الاتحاد، سيء ممتاز، هذا عناصر وهذا فريق، وأنا متأكد وأنا واثق في اللاعبين لأنهم يعني فعلا مهتمين إنهم يغيروا. هذا شفت اليوم في هذا المولد مباراة كبيرة، لاعبين كثيرة لعبنا ترى، ولعبنا يعني جاتنا فرص جيدة، خصوصا في الشوط الأول جاتنا فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الثاني، كان ممكن تتغير المباراة. بس أرجع أقول لك الدوري مشواره طويل، ما حنقدر نغير شيء في يوم وليلة، إحنا لسعنا في أول أسبوع لنا، حنحتاج وقت طويل، اللاعبين حيحتاجوا وقت طويل، وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله. خلينا نأخذها بوجهات نظر، في وجهة نظر تقول الاتحاد يحتاج لبعض التدعيمات وممكن يرجع ينافس، في وجهة نظر تتكلم بما ترى واقعية أكثر أنه الاتحاد كان له 3 سنين وهو يتأخر على الأندية المنافسة، فبالتالي الاتحاد يحتاج لوقت، ومن الخطأ أنه يتم وعد جمهور الاتحاد بحلول قريبة. أنت تفضل أي وجهة نظر؟ يعني أنا لا أفضل لا هذه ولا هذه، أنا اللي بقوله أنه في مشاكل كثيرة كانت صحيح في نادي الاتحاد، كل الفرق تحتاج دعم، كل الفرق يعني ما أظن أي فريق في الدوري بما فيهم المتصدرين ما بيفكروا في الفترة الشتوية ولا بيفكروا في دعم الفريق، وإحنا كمان لازم نفكر. بس إحنا الآن في مرحلة إنه لازم نعتمد على اللاعبين المتواجدين ونحط ثقتنا فيهم، ما عندنا حل غير كده، يعني هذا هو الحل الوحيد للفترة هذه. هؤلاء هم اللاعبين، هؤلاء اللي لابسين شعار الاتحاد، لازم ندعمهم، ما نقدر نتخلى عنهم في أي حال من الأحوال. فتاح حسيري كان له تصريح اليوم مع الزميل رياض المزهر، ما نفى المفاوضات أو الاتحادية، ترك أمور مفتوحة. ما راح نتكلم عن أي لاعب الآن إلا لما يجي وقتها إن شاء الله. شكرا لكم يا شكرا.